مساء الخير وأهلا بكم في هذا الموجز. البداية بالعناوين: الملك محمد السادس يعلن عن أخبار سارة، شلل تام بجماعة زايو اليوم الخميس بسبب الإضراب، شاب من زايو يتعرض للسرقة بحي بكري من طرف ثلاثة أشخاص، أسعار الزيتون يتجاوز 15 درهما للكيلوغرام الواحد. والآن إلى التفاصيل. أعلن الملك محمد السادس أنه من المرتقب أن يعزز المغرب شبكته من الطرق السيارة بألف كيلومتر لتبلغ 3000 كيلومتر بحلول سنة 2030. وأوضح عاهل البلاد في رسالة موجهة إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي التي تنعقد بمراكش بين 8 و10 من نوفمبر تحت شعار تحرير السلاسل القيمة في إفريقيا، أن المغرب يتوفر حاليا على شبكة من الطرق السيارة يبلغ طولها إلى 2000 كيلومتر، وهو ما مكن من الربط بين جميع المدن التي يفوق عدد سكانها 400 ألف نسمة، ويرتقب تعزيز هذه الشبكة. وفي نفس السياق، أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن المغرب بفضل الخط السككي فائق السرعة أول بلد إفريقي يتوفر على قطار بسرعة 320 كيلومتر في الساعة، مضيفا أن المغرب صنف منذ عدة سنوات ضمن أفضل 20 بلدا في هذا المجال. وبفضل المركب المينائي طنجة المتوسط الذي يعد أول منطقة حرة صناعية في إفريقيا. وإلى الشأن المحلي، دخل موظفو جماعة زايو في إضراب عن العمل يوم أمس واليوم الخميس استجابة لدعوة نقابية في هذا الإطار. وكانت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوضي قد دعت إلى خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 8 و9 نوفمبر حسب بيان الجامعة. وأوضح نص بيان الجامعة التابعة للاتحاد المغربي للشغل أن هذا الإضراب الوطني يأتي تعبيرا عن تدهور عن استياء موظفي الجماعات الترابية من الاستمرار التدهور القدرة الشرائية لهم نتيجة ارتفاع الأسعار وتجميد الأجور. ونبقى دائما في الشأن المحلي، حيث تعرض شاب يبلغ من العمر 48 سنة لاعتداء من طرف 4 أشخاص اعترضوا سبيله أمام باب منزله الكائن بحي باكريم جنوب مدينة زايو. ووفق ما ذكرته مصادر مطلعة للقناة، فإن الضحية كان بصدد الدخول إلى منزله ليفاجئه أحد المعتدين بطلب سيجارة، وحين أخبره أنه لا يتعاطى للتدخين أخرج المعتدي سكينا في وجهه. بعد ذلك حاول شخص آخر وفتاة الاعتداء على الشاب ليهم بالفرار إلى داخل منزله فارا من الاعتداء الذي كان سيطاله من طرف هؤلاء الأشخاص. وأبلغ الضحية رجال الأمن هاتفيا بما تعرض له، حيث التحقت بعين المكان سيارتان تابعتان لمفوضية الأمن بزايو في وقت أوردت فيه المصادر ذاتها أن المعتدي كان على متن دراجة نارية. نختم بهذا الخبر، حيث أعرفت أسعار الزيتون لهذه السنة ارتفاعا ملحوظا
حيث وصلت ما بين 10 و 15 عشر درهما للكيلوغرام. ورجح المهنيون ارتفاع أسعار الزيتون لقلة الإنتاج وتأخر التساقطات المطرية والجفاف الذي ضرب الأقاليم المعروفة بإنتاج الزيتون وعلى رأسها مدينة زايو. وفي هذا الإطار نستمع إلى التصريح الذي أدلى به أحد منتجي الزيتون. الأثمنة كان شوية قاسية الثمن، 9 دراهم 8 حتى 10 دراهم، ومع المعنى من ناقص مع تصابة ناقصة شوية شي 20%، الشيء ضعيف ماشي بزاف فهمتي. إوا داك الشيء لقطات يعني الزيت كيعطي مزيان، كيعطي 15 18 مزيان، الزيت كيعطي مزيان. إوا الفلاحة مضرورين شوية، الطوناج اللي كان ما كاينش قليل. وردنا اللحظة خبر مفاده أن مغتصب الطفل بحي بوسعيدات حكمت عليه المحكمة ب3 سنوات سجنا نافذا. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الموجز، في أمان الله. غدا تلتقون مع الزميلة وفاء حجرات، إلى اللقاء.